اليوم غادي نتكلموا على ممارسه الرياضه في شهر رمضان. حنا كنعرفوا بانه الرياضه كتطلب واحد المجهود حركي، كتطلب طاقه اللي كتحرق، وهذه هي الفائده ديالها، كتحرق السكريات، كتحرق الدهنيات، كتقوي العضلات، كتقوي الوظائف ديال الجسم ديال الانسان. ولكن في نفس الوقت هذا الاحراق ديال الحرق ديال الطاقه كذلك كاين فيها كيكون تعرق، التعرق كيخرج الماء من الجسم ديال الانسان اكثر من الايام العاديه، مع ديك العرق كيخرجوا املاح. اذا هنا بالنسبه للانسان اللي صايم كيمكن تكون بعض المشاكل اذا ما تمارسش الرياضه بطريقه صحيحه وسليمه. عندنا جوج انواع الناس، كاين الناس اللي ما عمرهم داروا الرياضه حتى كيوصل رمضان عاد كيبغيو يمارسوها، ما كاين حتى شي باس، ما كاين مشكل. ولكن الناس اللي ما عمرهم داروا الرياضه حتى رمضان عاد غادي يبداوها، خصهم يبداوها بشكل خفيف جدا، يعني بشكل خفيف جدا جدا، باش ما يمكنش يكون واحد التاثير سلبي على الصحه ديالهم اللي غادي يشوفوه من بعد منين كيجي. كاين الناس اللي كي هما موالفين كيديروا الرياضه بشكل عادي بشكل يومي، اذا في رمضان اللي كيجي كيفاش غادي يديروا يمارسوا الرياضه هذه؟ في الرياضه في رمضان كيخصنا اولا الناس اللي غادي يدير الرياضه خص يديرها، الا كنا غادي نديروها قبل المغرب ما نديروهاش في النهار في الصباح او في العشيه، خصنا نديروها مباشره قبل المغرب. علاش؟ لان الانسان كيكون يعني ملي كيدير الرياضه كيخرج داك العرق، كيخرج الاملاح المعدنيه، كينقص عنده السكر، كيخص مباشره من بعد الرياضه ملي يمشي يدير الرياضه ويدوش مباشره يمشي ياخذ الافطار ديالو باش يعوض داك النقص ديالو بسرعه، ما يخليش الفرصه لداك النقص ديال السكريات ولا النقص الاملاح المعدنيه ولا النقص الماء الجفاف الجسم ياثر له على الاعضاء الجسم ديالو، القلب والكلاوي والدماغ وغيرها. من الافضل يستحسن اللي بغى يمارس الرياضه يديرها من بعد المغرب، يخلي جوج سوايع او اكثر من جوج سوايع، جوج سوايع ونصف عادي يمكن له يمشي يدير الرياضه. وفي هذه الحاله خص الفطور ديالو كذلك يكون صحي، يكون الفطور ديالو فيه المياه والسوائل بزاف، تكون ما يكونش فيه السكريات كثيره، تكون فيه الفيتامينات، تكون فيه املاح معدنيه، ويمكن له يمشي يمارس الرياضه. بالعموم كنصحوا الناس ملي يمارسوا الرياضه في رمضان كيف ما كانت في النهار ولا في الليل ما يديروش ديك الرياضه التنافسيه اللي فيها المنافسه واللي الانسان كيعطي الجهد ديالو اكثر من اللازم. من الافضل يدير واحد ممارسه رياضيه خفيفه باش كيحافظ على اللياقه البدنيه ديالو، باش كذلك يستافد من الشهر ديال الصيام، وكذلك باش ما كيقطعش الرياضه ديالو في رمضان وكيصعب عليه يستأنفها من بعد. ولهذا الرياضه خصنا نمارسوها قبل الافطار مباشره اذا كان من الضروري نديروا التغذيه ديالنا بالالياف، وكذلك خصنا في السحور الناس اللي كيمارسوا الرياضه في السحور ضروري ياخذوا النشويات، ضروري ياخذوا الحليب، ضروري ياخذوا يشربوا ما بزاف باش يمكن لهم يصبروا النهار كامل، ويمكن لهم يمارسوا الرياضه ديالهم قبل المغرب مباشره ويعوضوا في الافطار مباشره او لساعتين او ساعتين ونصف من بعد الافطار باش ما تكونش مشاكل. من العلامات ديال الخطر الانسان في الرياضه الا بقى كيحس بالالم في الصدر ديالو او في البطن ديالو او لا لي كرومب في العضلات ديالو، خصو يتوقف في الحين وخصو يرتاح وربما يشوف الطبيب وربما يوقف الصيام ديالو اذا تفاقمت هذه الوضعيه هذه. هذه هي العلامات ديال الخطر. كذلك الارهاق والتعب والارتعاش هذه علامه بان السكر بدا كينزل، خصو يوقف الرياضه ويمشي يفطر. اذا الا كان الانسان كيمارس الرياضه لاول مره في رمضان خصها تكون خفيفه جدا، يعني بسيطه وحركه رياضيه بسيطه من قبل الماشي او غيرها. الا كان كيمارس الرياضه عنده العاده كيمارس الرياضه خصو ينتبه كي العلامات ديال الخطر، قلنا ما تكونش رياضه تنافسيه. العلامات ديال الخطر هي الالم ديال الصدر ينتبه ليها، الالم ديال البطن، العضلات، هذا كيعني بان الدم ما بقاش كيوصل لهاد الاعضاء هذه بشكل سليم وبشكل كافي، خصو يوقف الرياضه ديالو في الحين. كذلك الا بدا كيحس كيعرق وكيرتعش كيترعد والارهاق وربما حتى الغيبوبه، في هذه الحاله هذه راه العلامات ديال السكر بدا كينزل، خصو يوقف الرياضه ديالو. ما خصناش نسينو في الواقع الظهور ديال هذه الاعراض هذه، باش هي اننا في رمضان خصنا التغذيه تكون صحيه ديال رمضان، خصنا نسحرو وخصنا نتجنبوا السكريات وكيخصنا نشربوا الماء بزاف وما كيخصناش نديروا الرياضات التنافسيه. كنعاودوا نقولوها مره اخرى لان الرياضه في رمضان هي في واحد الظرف اللي ماشي طبيعي بالنسبه لجسم الانسان، وكيكون الهدف منها هو الانسان يحافظ على اللياقه ديالو، وقبل ما يحافظ على اللياقه ديالو خصو يحافظ على الصحه ديالو باتباع هذه النصائح هذه، ويمكن له يمارسها بطريقه عاديه بدون تنافسيه.